بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وتوكل على الحي وتوكل على الحي الذي لا يموت. وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. الرحمن فاسأل به خبيرا. الرحمن فاسأل به خبيرا. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا مبشرا وتوكل على الحي الذي لا يموت. صل عليه. وتوكل على الحي وتوكل على الحي وكفى به بذنوب عباده خبيرا. سيدنا النبي صلوا عليه. وتوكل على الحي وتوكل على الحي وتوكل على الحي الذي لا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. Thank you.
الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن. أكرم من يصلي على الحبيب. عليك ملك المقامات وقاري الابداعي الاول يا دكتور عبد الله. ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا. وزادهم نفورا. لا إله إلا الله. تبارك الذي جعل في السماء برجا. تبارك وجعل فيها سراجا.
بسطه. اللهم صل على حضرة النبي. تبارك تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا فيها سراجا وقمرا منيرا. الله 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 سته يا رب يا مشبع يا شعب الله يا رب ويلطف عليك يا رب. سلام يا رحمة الله رحمه الله الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أراد شكورا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الله وعباد الرحمن وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على
فخاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم يا رب اللهم صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها مستقرا ومقاما والذين إذا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين إذا أنفقوا
الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات نفس الصوت من نفس الاعلام هذا الصوت معلش هذا الصوت وبعدين بقى وبعدين ما ينفعش كده الصوت بس يا مولانا حاضر نفس الشغل بالظبط فكش الله مرة واحدة ينفع كده يعني بالله عليك كمان مرة حاضر ماشي بس الله يكرمك يا استاذ الله يكرمك وتقدم منك إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك
يعني ابو حرب إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا وسطرت رواية القرآن بلا أكاذيب أو خرافات وعلى دقات قلبي بدأت أسمع الآيات من قارئ العالم الإسلامي الأول وأنا أعشق حفظ القرآن بكل اللغات تكبر الله منك ده ارتجالي ده ولا ما شاء الله ما شاء الله تكبر الله منك سيدنا صلى الله القبول لنا ولكم إن شاء الله فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا الله يحفظك بتكبر حاضر حاضر عليك السلام مكوت أمر الله مكوت أمر الله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا بالزور
اللغو مروا كراما وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين بس يعني شو صار؟ الكسر.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. وبعد ختن خطر الإيمان والإسلام أشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها على مسامح حضراتكم ذلكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرك. الهندسة الصوتية الكبرى إدارة الحاج حسن العناني هزري. مخازن الفراش الكبرى وقصور اليافة المتنقلة والهندسة الكهربائية الحديثة تحت إدارة الأستاذ محمد رمضان والبطل. خدمات الفندقية المتميزة تحت إدارة محرم فؤاد للجوي. وشكر الله ساعكم جميعا.